شباب صبايا كيفكم؟ صار لي زمان كثير ما بينت عليكم بشي فيديو. للاسف كنت مشغول دراسه وشغل وضغوطات حياه، يعني ما كنت اقدر فاضي. يعني الصراحه ضلي اعمل دائما يوتيوب وما كنت اقدر اركز عليه دائما، مع انه كنت وعدكم دائما انزل فيديوهات. سامحوني ما قدرت التزم دائما، بس ان شاء الله بوعدكم هالفتره يكون دائما في اشياء جديده. حاليا انا متواجد يعني بالمانيا، دائما في مناظر حلوه لشاركها معكم وفي تجارب كثير مختلفه عن اوكرانيا، ما مثل قبل بقى. هلا حاليا انا موجود بمدينه اسمها كيمنيتس، هالمدينه بمحافظه ساكسونيا. ان شاء الله بدي دور بهالمناطق كلها، يعني فرجيكم مناظر حلوه. حركز شويه على الـ على الـ على العماره، على فن العماره الالمانيه هون. وحابب كمان اشارك معكم، يعني اعمل محتوى ل يعني يكون وصل شيء مفيد للطلاب الهندسه، ممكن تستفيدوا من شيء معلومه من هون، من شيء مباني. يعني احاول دائما اطلع كل شيء عن العماره، عن المباني، عن بعض المباني المعينه يعني المشهوره او لها تاريخ او فيها بعض الهندسه، بعض الاشياء المشهوره. وبنفس الوقت يعني حابب كمان اتشارك معكم تجربتي اللي عايشها هون صراحه بالمانيا. صار لي من السنة اللي فاتت تقريبا، صار لي سنة وأربعة شهور موجود هلا هون بألمانيا. كنت عم بشتغل مع شركة اليوهانيتر، وقفوا لي شغلي لأنه ما حصلت على قانون الحماية تاع الأوكران اللي بخص الأوكران تحديدا، بسبب عدم توفر شروط كافية لحصولي على الإقامة الحماية. منها واحدة بدي اذكركم اياها، انه ما عنديش كان الباسبور الاوكراني، كان عندي بس فيزا اقامة طلابية يعني منها دائما. حاليا انا باجراءات اللجوء، صعبة منها سهلة، وان شاء الله الامور يعني بتتحسن. مثل ما انتم عارفين هلا حابب شارك معكم تجاربي كلها وتشوفوا بعض الهندسة المعمارية، بعض المناظر. انا صورت كثير اشياء من كانت بكذا مدن مختلفة على فترة هالسنة، وحابب شارككم فيها، وركز تحديدا على العمارة يعني. واللي عنده أي سؤال أو حابب يستفسر بموضوع الإقامات، اللجوء، المعيشة، السكن، طبعا هدول الأسئلة فيني جاوبكم عليها إذا بهمكم. وإن شاء الله بالفيديو الجاي، أنا بدي نزل فيديو جاي حيكون في فيديوهات تحفيزية للدراسة، فيديوهات تحفيزية للرياضة، فيديوهات شو اسمه بتخص العمارة، وفيديوهات عن الأيام العادية والروتين، إن كانت فلوجينج أو شي مناظر حلوة يعني. وإن شاء الله إذا عجبكم الفيديوهات يعني دايما ما تنسوا تشاركونا وتتابعوني، وبتمنى التوفيق للجميع كمان، كان طلاب ولا كانوا مقيمين هون ولا كانوا لاجئين. طبعا كل التوفيق للكل، وكل وأطيب تحية وسلام للجميع. باي باي. مثل ما عم تشوفوا هلا برام كبر صغيرة بالبارك. لا وين التعوج.
المهم مثل ما عم تشوفوا هون ضربنا شوي بالبارك. المرة الجاية إن شاء الله بدي أفرجيكم لسا مبادئ. المشوار الجاي حيكون بس على الأركيتكتشر الموجود هون بالمدينة اللي أنا عايش فيها، وإن شاء الله يعجبكم هالفيديو. عملت شوية مونتاج شوية فيديوهات، بس أنا عم بتعلم يعني السنة بالبداية. رجاء ما تضحكوا وما تمسخروا، بقول لكم اعملوا اللي بدكم، يا تمسخروا وتضحكوا.